السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس ابتدائي، أهلا بكم في الدرس الأول من منهج كونكت. طيب هنبدأ إن شاء الله الوحدة الأولى. طبعا الوحدة الأولى اللي علينا اسمها We plant our food. يعني We plant our food. طبعا plant بمعنى ايه؟ plant بمعنى نزرع. plant we plant our food ده unit 1. طيب هنيجي كده نشوف مع بعض ايه المحتوى unit lesson 1. هنبدا lesson 1 بنسميه food and drink. food and drink. طيب هنبدا بالfood and drinks كده. زي ما احنا شايفين قدامنا الجزء ده خاص ببعض الاطعمه. دي الكي فوكابلري. طبعا انا عايز بس انبه واقول لكم ان احنا شغالين من كتاب المعاصر. كتاب المعاصر هنبدا نمبر 1. هنبدا بالكي فوكابلري. بالكي فوكابلري اللي هي بعض الكلمات. الكي فوكابلري هنا look listen and repeat. نمبر 1 repeat after me. beans beans eggs eggs carrots carrots chocolate chocolate coconuts 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 lemons lemons lemons. طبعا lemons ده اللي هو الليمون الايه؟ الليمون الاصفر. طيب بعد كده عندي lime. يعني ايه lime؟ ارفع كده شوية. ايوة عندي لايم. طبعا لايم زي ما احنا شايفين قدامنا كده اسمها ايه؟ لايمز. ايه اللايمز ده؟ اللي هو اللايم هو ليمون حامض. يعني هو عبارة عن small green fruit. يعني دي فاكهة لونها أخضر. small green fruit like lemon شبه الليمون كده. with a lot of sour juice فيها عصير كده بيكون مزز جدا. بنستخدمه في الطبخ in cooking and in drinks وفي المشروبات. طبعا بنستخدم الجوس of this fruit. بنستخدم العصير اللي موجود في الايه؟ في الفروت ده. طيب ده بنسميه limes. يبقى انا عندي lemons وعندي lime. ده الليمون الاصفر. اما ده ليمون حامض كده بيكون لونه اخضر. بنستخدمه في الطبخ والعصير. After that we have onions. onions we call it what? onions. البصل يعني onions. بعد البصل pineapple. pineapple. pineapples. pineapples. طبعا pineapples اللي هو الأناناس. طيب نيجي يبقى سريعا كده نقولهم تاني. يبقى قلنا beans اللي هو الفول. eggs البيض. carrots الجزر. chocolate شوكولاتة. coconuts جوز الهند. lemons الليمون الأصفر. limes اللي هو الليمون الحامض أو اللي احنا بنسميه lime. onions البصل. و pineapple اللي هو الأناناس. يبقى limes, onions, pineapple. نيجي دلوقتي الاكسترا vocabulary. في عندي كلمات إضافية عندي. زي إيه بقى؟ عندي favorite. repeat after me. favorite. favorite يعني مفضل. favorite يعني إيه؟ مفضل. دجاج chicken. mango اللي هي mango. حديقة خاصة garden. سوق يعني market. قليل little. صحي healthy. غير صحي unhealthy. شجيرة push. push. طازج fresh. جزء أو عرق vein. نقول عليه vein. يبقى الجزء أو العرق اسمه vein. وأرض يعني ground. وأرض يعني إيه؟ ground. أرض ground. يبقى إذن على فكرة vein ده الكلمة دي ليها أكتر من معنى.
ممكن يكون معناها بلاش يعني خلاص خلينا في اللي علينا اللي هو الجزء او العرق. انا كنت عايز اقول لكم على معنى تاني ليها. الفين ده بيبقى ليه معنى تاني عبارة عن الانبوبة اللي بتحمل الدم لكل اجزاء الجسم. بتحمل الدم للقلب يعني من الجسم للقلب، ده بنسميها فين. مش عايزين نخش في القصة ديت، ولكن فين هنا بمعنى جزء او ايه او عرق. تمام. نكمل بقى. عندنا في الصفحة التانية جايب لي بعض تصريفات الافعال كده، اللي هم ايه بقى. اول حاجة الريجولار فيربس، تصريفات الافعال المنتظمة. طبعا في عندي نوعين زي ما احنا شايفين كده، في ريجولار وإيرريجولر. يبقى في عندي أفعال ريجولر وأفعال إيرريجولر. طب ريجولر زي إيه؟ زي عندي كولكت، تبقى إيه؟ كولكتد اللي هو يجمع. كولكت كولكتد، يزرع بلانت بلانتد، يحب لاف لافد. طيب يعتقد يعني إيه؟ ثينك، والماضي منها ثوت، ثينك ثوت. eat يأكل eat، والباست منها ate. يملك have or has، والباست منها had. ينمو أو يزرع grow، والباست منها grew. يبيع sell، والباست منها sold. يشتري buy، والباست منها bought. هنقولهم تاني: think thought، eat ate، have or has had، grow grew، sell sold، buy bought، collect collected، plant planted، love loved. يبقى دولت regular ودولت irregular. ده فعل منتظم بياخد ed، وده فعل غير منتظم ملوش علاقة بالed والكلام ده، تصريفاته بتختلف من فعل لفعل. بعد كده عندي important expressions and proposition، تعبيرات وحروف الجار الهامة. طيب زي ايه مثلا؟ هذا سهل، يعني هذا سهل. that's easy، في السوق اللي هو at the market. ينمو على الأشجار grow on trees، في الحديقة in the garden. كل شيء على ما يرام it's okay، على الأرض on the ground on the ground. طيب نيجي دلوقتي بقى في الجزء، بيقول لي هنا read and complete the sentences with words from the box. هنقرأ ونكمل الجمل من الكلمات اللي هي في البوكس دي. تمام، تعالوا نبدأ كده واحدة واحدة مع بعض. عندي number one، بيقول لي هنا I buy fresh vegetables at the، يعني أنا أشتري fresh vegetables الخضروات الطازجة at the إيه؟ بنشتريها منين؟ طبعا يعني تبقوا توقفوا الفيديو وتكتبوا الإجابات بتاعتكم، يعني ممكن نوقف الفيديو ونكتب الإجابة بتاعتنا بكل بساطة. يبقى I buy fresh vegetables at the، طبعا هنا هتبقى at the market. طيب number two، rabbits favorite food is، الطعام المفضل للrabbits is إيه بقى؟ طبعا هتبقى الإجابة carrots اللي هو الجزر. okay number three، chocolate is delicious but not، يعني الشوكولاتة لذيذة but not إيه؟ طبعا هتبقى but not healthy، لكنها ليست صحية خاصة الكميات الكبيرة منها، فهنقوله not healthy. number four، they raise chickens، يعني هم بيربوا الدجاج to get fresh. to get fresh إيه بقى؟ طبعا to get fresh كيبه to get fresh eggs اللي هو يعني fresh eggs every day، يعني بيض طازة.
يبقى نقدر نقول fresh eggs. طيب that is a fruit with hard shell and white inside. طبعا ده اللي احنا بنسميه الكوكونات اللي هو جوز الهند. كوكونات اللي هو جوز الهند. اعتقد كده الامر واضح جدا. تعالوا بقى ننقل دلوقتي على الكونفرسيشن اللي فيها الليسننج. المفروض طبعا هنا الطريقه الصحيحه ان احنا كنا نسمع التكست، بس احنا يعني لسه الريكوردينج بتاع التكست لسه ما وصلناش، فهنقراها مع بعض. listening and reading. listening and what? reading. طبعا في two characters، في بنتين هما two girls. فالfirst girl البنت الأولى بتقول إيه؟ what's your favorite food فريدة؟ يعني إيه الطعام المفضل عندك يا إيه؟ يا فريدة. that's easy. it's chocolate. هو الإيه؟ الشوكولاتة. فردت قالت I love chocolate too, but it isn't healthy. Is it? يعني ده طعام مش صحي، أليس كذلك يعني؟ I think، فردت هي عليها قالت لها يبقى I think it's okay to eat a little, but yes, it's unhealthy if you eat a lot. يعني هيكون يعني أعتقد إنه من الجيد تناول القليل منها، لكن بالفعل طبعا من غير الصحي أن تأكل منها الإيه الكثير. What's your favorite healthy food؟ فسألتها طب إيه بقى What's your favorite healthy food؟ طب إيه هو طعامك الصحي المفضل؟ Oh, I like chicken and I like fish. بحب الدجاج والسمك. But my favorite is mango. طبعا المفضل عندي هي المانجا. We have a mango tree in the garden. احنا عندنا شجرة مانجو في الايه في الجاردن. طبعا هنا قالت ايبا I love mango too. We don't have a mango tree. We have a lime tree and a lemon tree. قلت لها انا بحب المانجا، بس we don't have a mango tree. ما عندي شجرة مانجا. We have a lime tree and a lemon tree. My uncle grows onions and potatoes. He has chickens too. He collects fresh eggs every day. Sometimes he sells them at the market. يبقى my uncle اللي هو عمي يعني بيزرع البصل والبطاطس. He has chickens too. عنده دجاج. He collects fresh eggs. بيجمع البيض. Every day كل يوم. Sometimes he sells them at the market. أحيانا بيبيع البيض ده في السوق في الإيه في الماركت. طبعا في البيج اللي بعديها هيجيب لي حاجة سهلة قوي اللي هي كيف نزرع الليمون. How we grow lemons. طبعا هو جايب لي صورة كده ان احنا first we put the plant، بنحط seeds البذرة. Number two زي ما احنا شايفين البذرة it grows بتكبر. Number three بتبقى طبعا it becomes plant، ان نبتة صغيرة اهوت. بعد كده في number four زي ما احنا شايفين it has some fruits، بقى فيها بعض الثمار. في number five طبعا the woman here is collecting the fruit، بتجمع الايه الفروتس اللي هو اللايم. and number six now she is turning it to be juice، بتحولها تبقى عصير عشان تقدر تشرب عصير بقى كده ويتهنوا بالعصير الجميل ده. اوكي تعالوا كده مع بعض نشوف حل الكلمات، نحل مع بعض اكسرسايز نمبر 1. طيب يعني سريعا كده ممكن نعملوه مع بعض سريعا كده. جنرال اكسرسايز اون ليسون 1 نمبر 1. طبعا read
Read and complete the following dialogue. Number one, what's your food, Dina? طبعا هيبقى what's your favorite. هتبقى دي number one. What's your A? What's your favorite food, دنيا؟ It's هتقول لها it's إيه بقى؟ But it's unhealthy. فقلت لها it's chocolate. يبقى هو الشوكولاتة ولكنها it's unhealthy. Do you like food? Do you like إيه بقى؟ Do you like healthy food? أنت بتحب الطعام الصحي يعني؟ الناس بتقول لدنيا بتحب الطعام الصحي. قالت لها yes I like إيه بقى؟ Yes I like chicken, fish and mango. Yes I like chicken, fish and mango. Do you have a mango tree in your garden? Yes I do. طيب نيجي بعد كده السؤال التاني اللي هو بيقول لي هنا إيه بقى؟ ركزوا معايا. Read and match A with B. Too much chocolate. تبقى إيه بقى؟ طبعا too much chocolate is unhealthy. يبقى ده number one. We buy fruit. إحنا بنشتري الفواكه طبعا at the market. من السوق. Chicken is my favorite healthy food. يبقى 3. My dad grows lemons in our garden. تبقى ده number 4. What's your favorite طبعا food؟ ده هيبقى number 5 اللي هو الكويستشن. طيب نيجي الكويستشن number 3. السؤال الثالث. طبعا هنا هقول ده بيقول لي reorder the words to make correct sentences. يعني هنعيد ترتيب الكلمات عشان نكون جمل صحيحة. Number one هنبدأ بالsubject الفاعل اللي هو I. بعد كده الفاعل اللي هو like. تبقى I like fish. بحب السمك. I like fish and chicken. يعني بحب السمك والإيه والفراخ. نفسه حلو. Number two. He. هندور على الفعل زي ما احنا متفقين. بعد he. فين الفعل هنا؟ collects. يبقى he collects. تمام. هو بيجمع ايه بقى؟ He collects. اجيب الصفة. Fresh. He collects fresh. يعني طازج. Fresh ايه بقى؟ Fresh eggs. He collects fresh eggs every day. يعني ايه every day؟ يعني كل يوم. نيجي number 3. أبدأ بالفعل برضو. We. تبقى we ايه؟ We grow. يعني احنا بنزرع. We grow ايه بقى؟ We grow mangoes. اللي هي المانجا. ده المفعول هوت. We grow mangoes in our garden. يعني في الحديقة بتاعتنا. In our garden. تمام. نيجي number 4. Number 4 إيه بقى الموجود في number 4؟ Choose the طبعا read and choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. My uncle planted عمي زرع an apple tree in his طبعا تبقى in his garden في الحديقة. Number 2. Cookies and candies are طبعا تبقى unhealthy. دي حاجات غير صحية. الكوكيز والكانديز دي are unhealthy. We buy fruits and vegetables at the market. بنشتري الفواكه والخضروات من الماركت. نيجي number 4. Fish is food. It's good for our body. يبقى السمك طبعا healthy food لأنه it's good for your body لأنه جيد لصحتك أو لجسمك. The farmer fresh vegetable at the market. يبقى the farmer sells. المزارع بيبيع الخضروات الطازجة فين؟ في السوق. طبعا السؤال number 5.
punctuate the following sentences. ضع علامات الترقيم الصحيحة. Number one, الإيف كلمة علي هتبقى capital لأن ده في أول الجملة واسم شخص. علي thinks ice cream is healthy. طبعا حطه هنا full stop. My favorite, طبعا الام capital. My favorite food is rice. وفي الآخر برضو هنحطه إيه full stop. يعني دي جملة statement عادية جدا ما فيهاش حاجة. آخر حاجة عندي اللي هو الparagraph, وأنا عايزكم تكتبوا لي paragraph, ولو كتبتم الparagraph ياريت تحطهولي في الكومنت وأنا هصححه لكم وأقول لكم إيه الكومنت بتاعتي. طبعا الparagraph ده بيقول لك write a paragraph of 30 to 40 words, من 30 ل 40 كلمة. Using the following guiding elements, مديك بعض الكلمات الإرشادية كده زي مثلا healthy, like, have, unhealthy, good. فبتتكلم عن your favorite food, هتقول مثلا ايه؟ ممكن اقول لك مثلا my favorite food is مثلا my favorite food is chicken. يبقى الطعام المفضل عندي هو الدجاج. يبقى ممكن اجي كده, لازم في الاول تسيب مسافة وتيجي قايل في الاول كده مثلا هوت ماي, تبدا كابيتال كده ماي فيفرت يعني مفضل, ماي فيفرت. على فكره هنا ينفع نحط اليو, ينفع ما نحطهاش. الامريكان ما بيحطوش اليو, انما البريطانيين بيحطوا اليو. فهنقولوا ماي فيفرت فود از تشيكن مثلا. هنقول ماي فيفرت فود از اي تشيكن, ماشي. احط فول ستوب وابدا الجمله الثانيه من البدايه. My favorite food is chickens. I like it, يعني انا بحب الطعام ده. لي because I like it because it's healthy, يعني انا حابه عشان هو صحي, طعم صحي. because it's healthy, تمام. احط فول ستوب. عايز اقول مثلا I have it, اللي هو التشيكن, يعني ايه دي بتعود على التشيكن. I have it او I eat it, يعني have هنا على فكره بمعنى eat عشان بس تبقوا فاهمين. انا قلت اكتبها لكم هنا عشان تبقوا فاهمين. I have it twice a week, يعني باكل الدجاج مرتين في الاسبوع. twice a week I have it twice a week. It's good food. It's what? It's good food. يعني هو طعام جيد. It's good food. It helps, بيساعد جسمنا ان هو يبقى قوي. يبقى هنقولهم it helps our body to be strong. طبعا هو بيقول لي unhealthy, لو حابب نستخدمها يبقى هنقول I don't like unhealthy food. So ممكن نيجي في الاخر كده ننهي بقى نقول I love, بلاش لايك بقى نقوله مثلا I love healthy food, but لكن I don't like, يعني أنا ما بحبش, I don't like unhealthy food. أتمنى تكونوا استفدتم من درسنا النهاردة, وأشوفكم على خير إن شاء الله في الدرس القادم اللي هو طبعا هيكون مبني على إن شاء الله lesson 2 إن شاء الله ناخده مع بعض المرة الجاية. Thank you so much, وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. ما ننساش نكتب الparagraph بطريقتنا وتبعته لي في الكومنت. Thank you, وأشوفكم في الدرس التاني إن شاء الله. Bye.